ما رأيك أن أبيعك دولاراً مجمداً بسعر مغري؟ أستطيع بيعك 10,000 دولار منها بسعر 5,000، حينها ستملك 10,000 دولار غير مزورة. وأزيدك من الشعر بيت، الدولار الذي سأبيعك إياه صادر عن الفيدرالي. كل ما ذكرته لك صحيح، لكن أين الاحتيال في الأمر؟ الاحتيال يكمن في أن هذا الدولار يحمل رقماً متسلسلاً مجمداً بالنظام المصرفي العالمي، والسبب أنه قد يكون مهرباً أو منهوباً من دول أخرى. بالتالي من السهل كشف عدم العمل بالورقة النقدية التي تحمل رقماً متسلسلاً مجمداً لدى البنوك. الدولار المجمد ينتشر في عدة دول حول العالم، لكنه منتشر أكثر في البلدان التي تشهد تذبذباً بوفرة الدولار أو تعيش توترات سياسية مثل سوريا ولبنان والعراق، بل وظهر في الأردن وفلسطين ومصر وليبيا. وكل من يملك هذه الدولارات سيجرم أمام القضاء. والآن ما رأيك أن أبيعك 10,000 دولار بـ5,000؟